ايه يا عم ناصر، المزاج مقلوب ليه؟ اجيب لك طقم روماني رفع عنك يا عماد؟ انا زبون هالكيس وكلمتين، احنا في البيت ولوحدينا. انسى يا ناصر، كويس قوي انها بقت من نصيب مجدي، والا كانت هتروشك. انا مش فاهم ايه اللي حصل لكم انتوا الاتنين بقى. معقوله جوز نسوان يشقلبوكوا كده؟ ما تظبط ياد منك ليه؟ اصلها تفرق قوي يا فرج بين بني ادم وحمار. اديك قلتها، امال ايه اللي وقعك على بوزك يا حمار؟ منك ليه؟ ايه يا ابو اسكندر انت وهو؟ ما تظبط كده. وبعدين قلتها لكم 100 مره قبل كده، ما ينفعش واحده ست تحط لا مؤاخذه الجزمه في بقكم، عيب. ايه على فرج في ايه؟ انت مالك محسسنا ان احنا مش بني ادمين ولا الكلب ما بنحسش؟ ما تصدقوش ده بيمثل. انا لسه قافشه في المستشفى عند كارد قاعد يعطف. ايه ده ايه ده؟ ما كلكم كنتوا عندها، انا بس كنت بطمن عليها. كنت عند كارين. الحب مش حاجه تكسف يا فرج، ولا اللي يحب ما بقاش راجل زي ما هو موجود في قاموس اهلك. الحب حاجه حلوه، حاجه تفرح او تزعل زي ما نصرتي زعلان. تعال في حضني، تعال. بحبك يا ولا، بحبك. اضحك بقى. بقول لكم ايه؟ ايه؟ ما تيجي نخطب بعض ونعيط شويه. دمع. طيب الشاورما يا حبيبة؟ أنا قلت لهم يكترولك توم وبطاطا وكبيسة، بس كنت محتار شو بجيب لك، شاورما دجاج ولا شاورما لحمة؟ بعدين قلت لهم جيبوا اثنين. لا ما بعرف شو بتحبي، عشان تعرفي قد ايه أنت غالي علي. خليك مركزي معي، والمرة اللي جاية بجيب لك طوق. بقول لك إيه يا عم الطوق؟ أنا تعبانة. وأنا متعبة. وبدي اياك تكوني مرتاحة، فهمتي؟ واضح. هو قال بلسانه، آخر فصل بالرواية انكتب. وحتى لو اتكتب، هيفرق بيه عن أول وتاني فصل. ويمكن يكون ما اتكتبش. ويمكن يكون اتكتب واترمى، ها؟ أو يمكن يكون اتكتب وتقطع. أو يمكن يكون انكتب وموجود، يمكن يكون انكتب وموجود ورح لاقيه، ويمكن يكون انكتب وموجود ورح لاقيه وانت رح تقولي لي مكانه. يمكن يكون انكتب وموجود ومش هتلاقيه ومش هقول لك مكانه. طيب منع للخلاف بهالنقطة يا حبيبة. تمشي نلاقي معي انه غريب يذكر البداية بالنهاية ويذكر النهاية بالبداية. غريبة معي. مرة حمزة قال لي جملة ما فهمتش معناها غير دلوقتي. البداية والنهاية حاجة واحدة، بس بتفرق في مين بدأ ومين اختار نهايته الأول. هلو. ايه رأيك في اللقاء اللي على الجسر ده؟ رومانسي سبل. لا بالراحة عليا، شوية شوية كده بقى في الرومانسية، أحسن بتبوظني خالص. وهو ده المطلوب، أنا عايزك تسيبي إيديكي خالص، ما تفكريش إلا في السعادة وبس، والسعادة يعني الحب، والحب يعني إخلاص. أنا مش عارفة لو ما كنتش قابلتك في البلد دي كنت عملت إيه؟ ده أنا اللي مش عارف من غير ما أقابلك كنت هعمل إيه؟ ده أنا كان كلها يومين وأرجع القزريطة تاني. جمانة يا
أنا مش عارف اتعلقت بيكي قوي كده ليه. أنا لقيت فيكي اللي ما لقيتوش في أي حد تاني. عشان كده أنا عايزك تركزي فيا وفي الشغل وبس. شغل؟ آه. خدي الكارت ده، تروحي العنوان اللي فيه، تقولي لهم كلمة واحدة بس، أنا جاية من طرف دودي، هيسلموك الشغل على طول. يا ابن الإيه يا مسيطر؟ هتحضن هات؟ ممكن أعرف بقى حضرتك بقالك فترة بتعاملني وحش ليه؟ عايز الدغري؟ مراتي يا ستي شاكة إن في حاجة بيني وبينك بسبب حركات العيال بتاعتك. برضو مش شايفاه مبرر إنك تعاملني وحش. ولا انت مستني ارد لك عزومه العشاء اليتيمه اللي عزمتني عليها؟ عادي لو مش معاك فلوس انا ممكن اعزمك على فكره، المرتب هنا كبير جدا. انت ما تردش عليا ليه؟ بقولك يا ليل، تيجي معايا مشوار؟ مشوار ايه؟ لما تيجي هتعرفي. طب ثانيه هجيب شنطتي واجي. اوكي هستناك في العربيه. طيب اوكي يلا. وعرفت منين يا فرج ان هو اللي عمل كده؟ بعد ما انت طردته وعمل كده قتل سارة الله يرحمها عشان ينتقم، وراح لسيد اخويا يقول له خبيني. انا عملت معاه الصح وقطعت له لسانه، بس سبتولك حي لحد ما تيجي. تعال ايه ده يا صاحبي؟ بقول لك ايه، الاقي الاستاذ مهاد عتال فين؟ انت عايزك موجود على البار؟ هو ده؟ نعم هو. شكرا. الاستاذ مهاد عتال، ايش الشنب ده؟ انا جمانه، جمانه اللي بعتني لحضرتك الاستاذ عماد. عن جد دي جمانه؟ ايوه. عن جد بتجنني. ربنا يخليك. شو هيدا اللي بايدك؟ ده السي في بتاعي، ما بمشيش من غيره ابدا. على فكره انا معهد سنتين واشتغلت سكرتيره واشتغلت سكرتيره في مصنع طباشير في مصر، وحضرتك بقى لما تجربني. ايوه انا ناطر جماعه هون بقعد معهم ماكسيموم نص ساعه. ايوه هيدا مفتاح غرفتي، طلعي اتحممي واشلحي ثيابك بين ما جيت. اتحمم واشلح ثيابي ليه يا شنب؟ اتحمم واشلح ثيابي ليه؟ هو عماد ما قال لك انك جاية؟ قال لي ان انا جاي عشان اشتغل. ونحن راح نشتغل. ايه ده ايه ده؟ لا بقول لك ايه؟ ينعل ابوك لابو عماد. لا انا محترم، محترمه قوي. والا شرفي، الا شرفي، شرفي خط احمر يا شنب. كل مره يتاخر، كل مره يتاخر، انا مش هسمع كلامك لا انت ولا هو. اهو ايه هذا اللي معلق جنب مراته؟ هاي هاي. ازيك يا ليلى؟ ازيك يا مروان؟ ايه اللي اخرك كده يا مجدي؟ معلش يا حبيبتي، اصل انا وليلى لفينا لبنان كلها، كنا بندور على حاجه.
مجدي اديب هو الوحيد اللي وقف جنبي بعد ما بابا مات، ملقتش قدامي غير اتعلق بيه، بالذات ان هو الوحيد اللي اهتم بيه في الوقت ده. اكيد ما جاش في بالي انها ممكن تحبني. صحيح انا اهتميت بيها بعد موت ابوها، بس ما كنتش متخيل الموضوع يوصل لحب. دي من دور مروان ابني. كل سنة وانت طيبة يا حياتي. حلو قوي يا مجدي، ميرسي. حبيبتي على فكرة ده مش ذوقي، ده ذوق ليلى. وانا اخرى بقول في حاجة ناقصة. هو فعلا في حاجة ناقصة. انا لو اعرف انه لحضرتك كنت جبت حاجة اكبر شوية. كل سنة وحضرتك طيبة يا طنط. ميرسي يا روح طنط. على فكرة ليلى مش مجرد موظف في الشركة، ليلى زي بنتي بالظبط. ربنا يخليها لك. طب على فكرة أنا ومستر مجدي ما كناش حاجة من الصبح، مش هناكل ولا إيه؟ لا يا روحي، إحنا مش هناكل، إحنا جايين نقعد وبس. ما أنا برضو قلت أكيد حضرتك عاملة دايت يا طنط. كويس يا مروان؟ أنا كويس جدا. الأستاذ عماد موجود؟ تعالي يا جمانة. كمان؟ وأنا اللي قلت إن أنت خايف علي وهتحميني، طلعت عايز تبيعني زي الجواري. قالوا عامل لي فيها رومانسي وجايب لي دبدوب. مع إني أول ما شفتك قلت شكله غريب مش محترم، بس كدبت نفسي. نتت، بس انا الغلطان. هو الزفت اللي اسمه شادي ده هيعرفني على مين؟ اكيد مش هيعرفني على دكتور سنان، اكيد هيعرفني على واحد زيه. انا لما قلت لك بحبك ما كنتش بكذب عليكي، بس انا بعمله ده شغل كارير، اكل عيش، ملوش علاقة أبدا بالأحاسيس اللي بينا. الناس لما بتحبوا بعض لازم تشتغل مع بعض، وأنا حبيتك. ولما حد فينا يكبر يكبر التاني معاه. لا يا عماد، أنا مش ممكن أعمل كده حتى لو كنت محتاجة الفلوس. أنا بنت ناس، أنا متربية، أنا عمري ما عملت حاجة زي دي إلا مع طليق والزفت شادي عشان كنت بحبه. وثلاثة من طليقي وشادي أو أربعة مش فاكرة، بس والله كنت بحبهم. طليقك وشادي وأربعة خمسة ستة إن بتوين، كل دول من غير مقابل، بدون أتعاب. اخس، سلمي لي نفسك يا جمانة، هدوقك طعم النجاح، هتدوقي لذة الشغل. ده الشغل هنا بالدولار يا عبيطة، ودولار على دولار يعمل 2 مليون. وحوش. لا يا عماد، أنا هرجع مصر. دودي ما يتقالوش لا، روح أمك. عايز ترجعي مصر بسيطة، بس هترجعي صندوق خشب يستلموه في قرية البضايع. شكلك قمر وانت بتعيطي. ليه زبونه؟